ايوه، لكن الوباء ده احنا ما عندناش اي معلومات عنه، فبالتالي هنستعد صحيح. لمواجهته ازاي؟ يعني مثلا فيروس كورونا احنا عارفين ان هو بيصيب مثلا الجهاز التنفسي، فممكن نستعد، انما ده احنا ما فيش اي معلومه عنه، فازاي الاستعدادات بتكون؟ ده سؤال طبعا مهم جدا جدا. هو ده يعني اصعب نقطه في الموضوع. وهل نتوقع ان الوباء ده يكون زي كورونا او لا؟ طبعا ما حدش يقدر يعرف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. لكن لو اتكلمنا عن فيروس كورونا، اول ما ظهر كان بالفعل خطير، لكن مع الوقت مع انتشاره بين البشر بدا البشر يكتسبوا مناعه ضده، وده يقلل من حده المرض او من خطورته. الوسيله اللي هم بيحاولوا يفكروا فيها على مستوى منظمه الصحه العالميه ازاي ان احنا نستفاد من الدروس اللي احنا اتعلمناها من جائحة الكورونا، بحيث ان احنا نتبعها في اي ظهور لوباء جديد في المستقبل. ببساطة شديدة جدا، لو اتكلمنا عن اهم حاجة وهي اللقاحات اللي تدي مناعة او بتقينا من الامراض او تقينا من الفيروسات. اهم طبعا نتيجة للي احنا اتعلمناها من جائحة الكورونا هي ظهور تكنولوجيا جديدة لتطوير لقاحات فعالة بشكل سريع عن زمان قبل كده، ودوت بالتحديد تكنولوجيا الام ار ان اي، او اللي هي المادة الوراثية للفيروس. ببساطة جدا جدا جدا، مجرد ما يظهر فيروس جديد، مجرد بس ان احنا نعرف الشفرة الوراثية للفيروس دوت، ممكن بسهولة ان احنا نعمل ديزاين او نبتكر لقاح بناء على هذه المادة الوراثية بشكل اسرع بكتير عن زمان. فديت يعتبر اهم نتيجة اللي احنا اتعلمناها من الكورونا، ممكن تطبق على اي فيروس في المستقبل، مش شرط ان احنا يعني نحدد الفيروس قبلها. الحاجة التانية برضو الاختبارات، نفس الفكرة، انت لو عرفت الشفرة الوراثية لاي فيروس جديد هيظهر، تقدر تعمل برضه ليه اختبار بنفس الطريقه اللي اتعمل للكورونا. فهي دي الفكره كلها، ان احنا ازاي نعتمد على الدروس اللي احنا اتعلمناها بحيث ان احنا نطبقها بشكل فعال وبشكل اكثر فعاليه. الحاجه الاخرى اللي هي يمكن منظمه الصحه العالميه ذكرتها في منتدى الاقتصاد العالمي مؤخرا، لسه جاست بس امبارح او يمكن النهارده بتوقيت امريكا، ان احنا بدل ما نوجه الابحاث ناحيه فيروس بالتحديد، فيروس معين، الافضل اللي احنا ندرس عائله الفيروسات اللي تشمل الفيروس دوت زائد اخواته من الفيروسات الاخرى، بحيث ان احنا لو عملنا لقاح نعمل لقاح يقدر يدينا وقايه مش بس من الفيروس المحدد الفلاني، لكن لكل العائله، لان الفيروسات تشبه بعضها البعض في بعض الامور، طبعا كل عائله، بتكلم عن كل عائله منها. وده يعتبر يعني طريقه جديده او طريقه مختلفه للتفكير من ناحيه ان انت ازاي اما توجه فلوس او ابحاث تخليها مور يعني واكثر تركيزا على العائلة بدل من تركيزا على فيروس محدد بالتحديد.